الدفاع المدني يكشف المستور في فاجعة مستشفى الحسين. جريمة بشعة تهز مصر، امرأة تقتل طفل جارتها بدم بارد. مسؤول تونسي يؤكد السيطرة على كورونا في أكتوبر المقبل. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. نبدأ من العراق، فبعد يومين على حريق مستشفى الحسين جنوب البلاد والذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل، قال الدفاع المدني إن لديه كشوفات دورية تضمنت جملة من السلبيات والمخالفات في جميع دوائر الدولة من بينها المستشفى المحروق. المدير العام للدفاع المدني اللواء كاظم سلمان أفاد في تصريحات صحفية بأن لدى فريقه كتبا رسمية كان أخبر فيها إدارة المستشفى بمواطن الخلل، مؤكدا أن ضابط مركز الدفاع المدني المسؤول قام بزيارة تفقدية قبل حصول الحادث ب48 ساعة وكشف عدم تنفيذ أي من التعليمات المطلوبة. من العراق إلى مصر، حيث هزت البلاد جريمة بشعة وقعت في قرية بمحافظة القليوبية بعد خطف طفل وقتله على يد جارته وبمعاونة زوجها وأبنائها عقب خلافات مالية مع والدة الطفل، فيما طلب أهالي القرية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وسائل إعلام محلية نقلت عن والد الطفل القتيل قوله إن المتهمة وزوجها وابنيهما كانوا يقومون بالبحث معهم وبمؤازرتهم لحظة اختفاء الطفل، مستنكراً وحشية الجنات. فيما وجهت النيابة تهمة القتل العمد للمتهمة الأولى والتستر وإخفاء الجثة لزوجها وابنيهما. إلى تونس هذه المرة، حيث أكد مسؤول في وزارة الصحة أن بلاده ستتمكن من السيطرة على تفشي فيروس كورونا في البلاد مع حلول أكتوبر المقبل، فيما تشهد تونس حالياً زيادة كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19 وامتلاء وحدات الرعاية المكثفة بالمصابين. وسائل إعلام محلية نقلت عن عضو لجنة مكافحة جائحة كورونا هاشم الوزير قوله إن حوالي 45% من التونسيين اكتسبوا مناعة طبيعية ضد الفيروس، مشيرا إلى أن لجنته تسعى لتطعيم حوالي 5 ملايين شخص قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل. خبرنا الأخير من باكستان، حيث قتل ما لا يقل عن 13 شخصا بينهم 9 صينيين بانفجار حافلة سقطت في واد شمال غرب البلاد، فيما أكد مصدر في الشرطة المحلية وقوع الحادث نتيجة انفجار قوي لم تعرف طبيعته بعد. وكالة فرانس بريس ذكرت أن الحافلة كانت تقل مهندسين وخبراء صينيين يعملون في مشروع بناء سد داسو، فيما نددت بكين بالحادث ودعت إلى إنزال عقاب شديد بمنفذي الهجوم وإلى ضمان أمن مواطنيها وسلامتهم.